الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كافة الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ساعتين تقريبا منتخب الكاميرون أول المنتخبات اللي بتوصل وبتضمن الوصول لدور قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية. الكاميرون تضرب بسهولة منتخب غامبيا، المنتخب الصغير لكنه اللي أدى بشكل محترم جدا ونال احترام الجميع في بطولة أمم أفريقيا، بيخسر بهدفين مقابل لا شيء. الغريب أن منتخب الكاميرون جايب 11 هدف في 4 مباريات، جابهم 2 لعيبة، فينسنت أبو بكر أو أبو بكر والأخ إيكامبي، 6 لفينسنت و5 لإيكامبي. منتخب مصر الحمد لله جايبين جونين، الفائز من مباراة المغرب غدا ومنتخب مصر هيقابل منتخب الكاميرون، نتمنى طبعا نكون احنا اللي نوصل للمباراة النهائية. النهاردة المهازل مستمرة في الكاميرون وكأس الأمم الأفريقية بعد الحالة المثيرة للجدل امبارح وعجائب وطرائف كأس الأمم الأفريقية، بعد الكور المفسية واللي مش منفوخة بشكل جيد في ماتش مصر ونيجيريا، وصولا للراجل اللي سحب الميكروفونات والسلوك ومشي وقال لك دول مأجرينهم مني وما دفعوش الفلوس اللي عليهم، تحت شعار هاتوا الفلوس اللي عليكم. النهاردة حصل موقفين أغرب من بعض. الموقف الأول هو خاص بكارلوس كيروش وعمر السولية. النهاردة منتخب مصر كان بيتدرب التمرينة الرئيسية قبل مباراة الغد أمام منتخب المغرب، وكارلوس كيروش كان بعد المفروض بعد التدريبة الرئيسية هيروح للمؤتمر الصحفي. كارلوس كيروش طلب أن يكون في عربية من الأمن تأمن طريقه لحد المؤتمر الصحفي. الأمن قال أن احنا يا إما نأمن الأوتوبيس بتاع منتخب مصر لأن في ساعة ما بين الفندق فندق الإقامة والتدريبات، يا إما نأمن عربية كارلوس كيروش وعمر السولية. فاتلغى المؤتمر الصحفي لأن مفيش تأمين زيادة يأمن عربية المدير الفني وعمر السولية. الحاجة التانية، النهاردة في المؤتمر الصحفي للسنغال وغينيا الاستوائية المباراة تلعب بكرة، النور قطع. يعني ما زلنا عايشين في مهازل وغرائب وطرائف في الكاميرون وأمم أفريقيا اللي بتستضيفها الكاميرون، واللي الأخ سامويل إيتو عايز يستضيف كأس العالم 2030. منتخب مصر وبالرغم من جاهزية حمدي فتحي من الناحية الطبية إلا أن هناك تحذيرات من طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا من إشراك حمدي فتحي في المباراة تحسبا لتفاقم الإصابة. الإصابة بتاعت حمدي فتحي فيها مشكلة، هي إصابة خداعة، إصابة العضلة الضامة دي إصابة خداعة. يعني إيه إصابة خداعة؟ الإصابة بتاعت بتاعت حمدي فتحي بالتحديد هي تقل أو إجهاد في العضلة الضامة. الإجهاد ده لو ما خدتش الراحة السلبية الكافية ليه وجيت تجري أنت مش هتحس بآلام، لكن أول ما بتفتح رجلك وبتضرب سبرينت او بتفتح البرجل بتاع رجلك بتروح بيجيلك تمزق في العضلة الضمة. فبعد ما كنت المفروض تاخد 5-6 ايام راحة وترجع زي الحصان مفيش فيك اي حاجة، بتاخد لك شهرين في الاصابة بتاعت التمزق، وانت وحظك بقى على حسب درجة التمزق. عشان كده في تحذيرات من دكتور محمد ابو عبلة من المجازفة والمغامرة بحمدي فتحي في مباراة المغرب غدا باذن الرحمن. مش عارف ليه النادي الاهلي كان عندي كمية لاعبين اول ما بيمشوا من النادي الاهلي كسروا الدنيا. هل ده خطأ مدير فني؟ هل ده خطأ لجنة التخطيط؟ مش عارف. يعني النهاردة واحد زي احمد ياسر ريان النهاردة ما رايح كاس العالم من غير مهاجم، رايح كاس العالم من غير مهاجم. حتى بيرسي تاو اللي كنا بنقول هنجيبه يلعب مهاجم اتصاب وجاله تمزق في العضلة الامامية. النهاردة ألم يكن أولى للنادي الأهلي إن واحد زي أحمد ياسر ريان اللي مكسر الدنيا في تركيا، اللي كل ماتش والتاني عمال يجيب جون، ألم يكن أولى إن يكون أحمد ياسر ريان متواجدا في صفوف النادي الأهلي؟
لو كان احمد ياسر ريان خد وعد من المدير الفني انه يديله فرصة كاملة في النادي الاهلي ما كانش مشي احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان مشي لان المدير الفني قال له انت هتبقى رقم اتنين، يعني هتبقى اسير دكة بودلة، محمد شريف وقع في اي وقت من الاوقات هنزلك، غير كده ما انتش هتشم النادي الاهلي ولا هتلعب اساسي في النادي الاهلي. كهربا النهاردة لو انا كان عندي كهربا ما كنتش هخاف ولا هقلق، لان كهربا بيجيد اللعب في مركز الهجوم وايضا يجيد اللعب في مركز الجناح اليمين والجناح الشمال، ومع هذا تم التفريط في كهربا بمنتهى السهولة. محمد عبد المنعم مشيناه، احمد رمضان بيكهام مشيناه، كل اللعيبة اللي فقدناها في الميركاتو الصيفي تحت شعار اعارة عشان اللعيبة دي ملهاش مكان ولا ليها لازمة معايا، النهاردة النادي الاهلي في امس الحاجة لكل اللعيبة. والله كل اللعيبة لو بصيت للعيبة اللي النادي الاهلي خرجهم اعارات هتلاقي 90% منهم النادي الاهلي بيتمنى واحد منهم النهاردة عشان الموقف الصعب اللي فيه النادي الاهلي في كاس العالم للاندية. وده يودينا لموقف البعض النهاردة يا جماعة على السوشيال ميديا بدأ يطالب وبيشتم في الادارة، للأسف الشديد وصلنا لمرحلة ان البعض بقى بيشتم في الادارة. عايز اقول لك انا متأكد يصل هذا التأكد لدرجة اليقين ان دول مش اهلوية. سهل جدا دلوقتي على السوشيال ميديا تضرب لك اكاونت تكتب اسم مش عارف مين الاهلاوي مصطفى الاهلاوي وتحط علم الاهلي او صورة الخطيب وتنزل شتيمة في ادارة الاهلي وفي لعبة الاهلي وفي كل حاجة تخص النادي الاهلي وتطالب باقالة الخطيب والخطيب ضيع الاهلي والخطيب مش عارف ايه وتقعد تشتم وتشتم وتشتم تحت شعار انك اهلاوي. انا بقول لك انا واثق تمام الثقة ان مفيش اهلاوي يشتم الخطيب مهما كان، حتى لو الخطيب ده غرق الاهلي ما ينفعش تشتم الخطيب، لان الخطيب مش نبي، لكن الخطيب رمز من رموز النادي الاهلي، يصيب ويخطئ هو بشر، لكن ما ينفعش الراجل اللي ما قدمش حاجه غلط في حياته للنادي الاهلي انك تشتمه او تتجاوز في حقه. البعض النهارده من اللي بيشتموا في الاداره واللي عايزين يوقعوا كل حاجه في النادي الاهلي بيطالبوا بانسحاب النادي الاهلي من كاس العالم للانديه. تخيل النهاردة يا جماعة كاس العالم للأندية دي معمولة مش عشان بس انك تكسبها، دي تكريم وتتويج لأبطال القارات على مستوى العالم. النهاردة حتى لو انت محققتش مركز جيد في هذه البطولة فتواجدك في كاس العالم في حد ذاته ده تشريف وتكريم ليك. النهاردة النادي الأهلي يوم ما هيلعب مباراة مونتيري ايا كان كسب خسر سيصبح النادي الأكثر مشاركة في مباريات كاس العالم ب 17 مباراة متخطيا أوكلاند سيتي اللي وصل ل 16 مباراة. أدي رقم قياسي أنت بتضربه من غير ما تعمل حاجة، يعني بس مشاركتك بس في المباراة. نادي الأهلي في مشاركته في كاس العالم للأندية بس مجرد أنك تشارك بتضمن $1,000,000 في حسابك كمكافأة، وكل مباراة بتكسبها بتاخد من $500,000 لـ$1,000,000 وصولا للمركز الثالث. يعني لو انت حققت المركز الثالث كسبت الماتش بتاع مونتيري وكسبت الماتش بتاع الثالث والرابع، مش هقول لك كسبت ماتش بالميراس، لا كسبت الثالث والرابع، انت بتضمن $2.5 مليون. الفريق لو انسحب لو عندك ظرف طارئ هتدفع $150,000، ما عندكش ظرف طارئ هتلبس غرامة $150,000 بالإضافة للاستبعاد نسختين تكون ضامن فيهم انك تكون متواجد في كاس العالم للأندية. فبالله عليك هل اللي بيطالب بانسحاب الأهلي ده عايز الخير للنادي الأهلي؟ والله انا لو رحت لعبت بالشباب اشرف ليا واكرم ليا انه يتقال اصل الأهلي انسحب، انه يتقال الأهلي معاقب بالحرمان نسختين متتاليتين. دور وعقلها كده في دماغك مين اللي له مصلحة في أفريقيا إنك ما تروحش نسختين متتاليتين تكون أنت المرشح الأبرز فيهم؟ مين؟ عرفت الإجابة؟ نادي محروم من المشاركة في كاس العالم للأندية، نادي بيتمنى إنك ما تكونش موجود في بطولة أفريقيا أصلا عشان يبقى هو المرشح الأبرز والأكثر حظوظا للفوز بكاس العالم للأندية. أتمنى أن احنا كأهلوية بلاش ننجرف ورا الناس اللي بتطالب بيه
الانسحاب من كاس العالم للأندية. طبعا الأهلي أعلن النهاردة عن رئاسة السيد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي لبعثة النادي الأهلي المسافرة غدا بعد غد بإذن الرحمن إلى أبو ظبي. كابتن محمود الخطيب اعتذر بسبب ظروف صحية الخبير الفرنسي قادم من فرنسا في أول فبراير، وهيتعمل بعض الفحوصات الخاصة بكابتن محمود الخطيب للاطمئنان على صحته خلال الفترة القادمة. قد يسافر بعدها الكابتن محمود الخطيب في حال الاطمئنان عليه بإذن الرحمن إلى أبو ظبي ليلحق ببعثة النادي الأهلي، لكن المؤكد الكابتن محمود الخطيب لن يسافر مع بعثة النادي الأهلي يوم الاثنين بإذن الرحمن. عايز أقول لك قبل كده طلع ميدو وطلع حسين لبيب على الهواء مباشرة، ما هياش تصريحات مثلا مخفية أو تصريحات في جورنان، لا ده تصريحات فضائية. أعلنوا أن من يحارب نادي الزمالك ومن يدمر نادي الزمالك هم أبناء الزمالك. حد يقدر ينكر؟ أخويا الزملكاوي اللي بيتابعني ما سمعتش الكلام ده، خش على أون تايم سبورت واكتب تصريحات ميدو أو تصريحات حسين لبيب وقت ما كان رئيس نادي الزمالك. النهاردة عبد الحليم علي الرمز المحترم في رموز نادي الزمالك والهداف التاريخي لنادي الزمالك في تصريحات لي برضو تلفزيونية أكد على أنه اتحارب من أبناء نادي الزمالك وهو يعمل في نادي الزمالك. قال لك أنا اتحاربت في الزمالك ومحدش افتكرنا لما فزنا بالدوري وبعد ما فزنا بالدوري. قال لك أنا اشتغلت في ظروف قاسية في نادي الزمالك وكنا ما بناخدش مرتبات ومع هذا كنا شغالين وراضيين في نادي الزمالك، لكن لما الزمالك كسب الدوري محدش افتكرنا بالذكر. طيب الأخ اللي ربنا ينتقم منه، الاخ اللي ربنا يديله على قد نيته، اللهم امين. بص انا مش هدعي عليك، انا هقول لك ربنا يديلك يا دلدول ابو خيبه على قد نيتك. اذا كنت بتحب الاهلي فربنا يديك على قد نيتك، واذا كنت بتكره الاهلي فربنا برضو يديلك على قد نيتك اضعاف مضاعفه، اللهم امين. الاخ القذر اللي طلع من فتره وقال ليس كل ما يعرف يقال في احد القنوات الفضائيه، والنادي الأهلي للأسف الشديد صدقنا هذا الشخص الحقير، الشخص اللي غرقنا، الشخص اللي عشمنا ان احنا هنروح باللعيبة الدولية، والنهاردة النادي الأهلي مش لاقي حتى اللاعبين الشباب يروح بيهم كاس العالم للأندية. بإذن الرحمن الأهلي سيظهر بشكل جيد، أمنياتنا كلنا ان لعيبة النادي الأهلي تظهر معدنها الحقيقي برغم الغيابات برغم الإصابات، لكن كلنا ثقة في ربنا أول حاجة وفي لعيب النادي الأهلي حتى لو كانوا شباب إن هم يحافظوا على اسم النادي الأهلي في كاس العالم للأندية، وحسبي الله ونعم الوكيل في دلدول أبو خيبة اللي كان سبب من الأسباب اللي احنا متواجدين فيها لحد النهاردة. عايز أقولك إن فريق مونتيري مش هو الفريق اللي يخوف، فريق مونتيري في الدوري المكسيكي عندهم في الدورة الافتتاحية اللي هي بتساوي عندنا الدور الأول في الدوري المكسيكي لعب 17 مباراة، كسب 5 خسر 5 وتعادل 7 مباريات واحتل المركز التاسع. في الدورة الختامية اللي هي بتعادل عندنا الدور الثاني لعب مونتيري 3 ماتشات، كسب ماتش وتعادل ماتشين، منهم الماتش الأخير كسبه يعني كان خسران 2-0 لحد الدقيقة 90 اتعادل 2-2 في 91 و96 بيحتل المركز الثامن في الدورة الختامية من الدوري المكسيكي لكرة القدم. اذا هذا اللاعب مش او هذا النادي مش النادي اللي يخوف. نادي الاهلي باذن الرحمن اذا عاد اليه اللاعبين الدوليين لقدر الله لقدر الله، انا ما اتمناش ان منتخب مصر يخسر عشان خاطر النادي الاهلي، لكن احنا بنقول لقدر الله لو عاد اللاعبين الدوليين الى النادي الاهلي قبل مباراة مونتيري وده وارد، اعتقد النادي الاهلي سيكون قادرا على كسر جماح مونتيري ويصل لمباراة بالميراز باذن الرحمن. النهاردة طلع كلام على ان يوسف البلايلي اللاعب الفري واللي مازال لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لاعب فري لاعب حر
في بعض الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا أن يوسف البليلي وقع لنادي الرجاء المغربي 3 سنوات. هذا الكلام عاري تماما عن الصحة. لحد اللحظة يوسف البليلي لم يوقع لأي نادي. يوسف البليلي لاعب حر من حق أي نادي يوقع معاه. نادي الأهلي كان دخل في مفاوضات ولكن كان في بعض المغالاة في طلبات اللاعب المالية، بما انه لاعب دولي، بما انه لاعب فري مش هيكلفك اي فلوس تدفعها للنادي، فانت هتتعاقد معاه مباشرة. لكن الرجاء ما تعاقدش مع اللاعب، لان ببساطة الرجاء او الفرق المغربية عموما ما بتدفعش الرواتب الخرافية اللي احنا بندفعها عندنا في الكرة المصرية. يعني اعتقد ان نادي الرجاء المغربي ما بيوصلش للـ1,000,000 دولار حتى في الرواتب، وسقف الرواتب عنده لا يتخطى الـ1,000,000 دولار. عشان كده بتلاقي اللعيبة بتوع شمال افريقيا دايما وجهتهم الاولى بتبقى الدوري المصري او الدوريات الخليجية، لان عندهم الاندية بتاعتهم ما بتدفعش المبالغ دي. واحد زي مثلا حمدو الهوني هتلاقيه بياخد له 500,000-600,000 دولار في السنة، واخد بالك. فما اعتقدش ان يوسف البليلي ينتقل للرجاء المغربي، لان الرجاء المغربي مش هيقدر يدفع له 2,000,000 دولار. ده اقل حاجة هيطلبها يوسف البليلي، ان ما كانش اكتر من كده. اتمنى ان الاهلي يستغل الساعات المتبقية في القيد، فاضل 3 ايام لاغلاق القيد او 2.5 يومين. اتمنى ان الاهلي يقدر ينجز في موضوع يوسف البليلي، ويكون البليلي على قائمة بعثة النادي الأهلي بإذن الرحمن. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل أراءكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا لكم، سلام عليكم.